تعزيز حماية حقوق المؤلف في مجال السينما والسمع البصري في إفريقيا، إلى جانب تناول الطرق والكيفيات الحديثة لمجابهة القرصنة والسطو على إبداعات الغير، من أهم المحاور التي تم طرحها خلال المؤتمر الدولي لمهني السمع البصري المنعقد بالجزائر. القارة الإفريقية الناشئة في هذا المجال، والتي يعني يتعرض كثير من رصيدها الثقافي والفني والإبداعي إلى عملية قرصنة وتهريب وسطو، لهذا فهذه خطوة كبيرة تقوم بها الجزائر في سبيل حماية الحقوق. المؤتمر من تنظيم الكونفدرالية الدولية لشركات المؤلفين والملحنين سيزاك، بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة العديد من مهني السمع البصري والدرامي من مختلف الدول. Il s'agit en fait de militer, il s'agit en fait de travailler pour tous ces auteurs ici présents. يتعلق الأمر بالنضال والعمل من أجل ضمان الحقوق، من أجل دعم حقوق المؤلفين في إفريقيا. اجتمع الكل هنا في الجزائر، وسيتوج المؤتمر بدعوة المسيرين الأفارقة من أجل تعزيز حقوق المؤلفين في السينما في إفريقيا. ويأتي هذا اللقاء أيام قبل إحياء اليوم العالمي لحقوق المؤلف المصادف للـ23 من أبريل من كل سنة.